انت ما شاء الله عمرك لسه صغير والمستقبل قدامك 21 سنة، لكن انت ما بدأتش سكواش في السن اللي هو اغلب الناس بيبدأوا فيه 6 سنين 7 سنين، بدأت وانت عندك حوالي 10 سنين. ازاي قدرت توفق بين انك تبدأ متأخر وفي نفس الوقت يبقى عندك نضج مبكر؟ وهل في مرحلة ما في مراهقتك حسيت ان الباقيين سابقينك لان هم بادئين قبلك؟ والله كانت صعبة جدا. انا كنت بلعب كورة في الاول والسكواش ما كانش في حساباتي خالص. يعني هو انا كان عمي كان فاتح اكاديميه سكواش وكان لعيب سابق قبل كده في المنتخب. بديت متاخر جدا، وكنت اللي هو رحت مع اجازه صيف عاديه خالص وبشوف كده السكواش ايه النظام يعني. وكان عندي حتى ماتش كوره في نفس النادي اللي هو فاتح فيه الاكاديميه، فبس يعني لعبت كده وعجبتني. وبعديها طبعا الموضوع كان صعب، يعني تحت 11 سنه انا كنت بخش على الكوره كاني بخش على كوره، يعني الكره العاديه كره القدم عاديه خالص. فالموضوع كان صعب جدا في الاول، بعد كده مشيت معايا ضربت الحمد لله بعد توفيق ربنا، واهلي يعني كانوا معايا وعاملين ليا بشكل كبير جدا. يعني ابتديت اللي هو اخش واكسب بطولات سنه لغايه لما خلاص كله جه، السنس بتاع السكوش جه، فالدنيا مشيت يعني. طيب ابتعادك عن كرة القدم، كان انت حسيت ان لا الدنيا مش ماشية قوي في الكورة، ولا لا انت فعلا رحت السكواش لان انت حسيت ان هو ده اللعبة اللي انت هتتميز فيها اكتر؟ والله حصل يعني موقف كده يعني بيني وما بين بابايا اللي هو يعني كان بيدعمني جدا في الكورة وعايزني انا ابقى لعيب كورة، وما كانش في دماغنا في السكواش خالص يعني. ففي مرة كده حصل كنت صادفة ان انا عندي تمرين كورة وعندي تمرين سكواش في نفس اليوم، فهو قال لي هتروح تمرين سكواش النهارده مفيش كوره، فانا كنت عايز اروح الماتش يعني. في عندنا ماتش ورايحين يعني، كنت بلعب انا في نادي الجزيره ساعتها يعني، ورايحين نادي وادي دجله عندنا ماتش. فقال لي لا ما هتروح التمرين سكواش وبعد السكواش فالاتوبيس هيتحرك والكلام اللي هو كده يعني في النادي. فرحت قلت للمدرب ممكن العب بدري، قال لي لا مش هينفع. فروحت يعني ما سمعتش كلامه ورحت ساعتها، وبعديها طبعا تليفوني فصل بقى وكده. و يعني رجعت النادي الساعه 2 بالليل انا فاكر يعني، وانا عندي 10 سنين ولا حاجه زي كده. فطبعا يعني كان ساعتها اخر حاجه ليا مع الكوره يعني. يعني تعتبر حادثه يعني اللي خلاني يعني تعتبر حادثه. وساعتها رحت السكواش سبحان الله شديت فيها جامد، بعديها حاولت ان انا ارجع للكوره تاني. هو يعني قال لي خلاص يعني كانت ساعتها بقى تمام يعني، بس ساعتها بقى كملت في السكواش وركزت في السكواش وسبحان الله يعني. البدايه كانت صعبه في السكواش، في مباراه خسرتها من غير ما تحرز اي نقطه تقريبا. ازاي قدرت انت تستقبل الاحباطات اللي في الاول دي؟ انا فاكر والله يعني انا كنت يعني كان كذا بطوله كده اخش اقصى 11-0 11-0 11-0. فجيت رحت قلت لبابايا طبعا بصراحه يعني، قلت له طب انا سبت الكوره ليه؟ طيب يعني طب يعني وديتني اللعبه دي ليه؟ اعمل فيها ايه؟ طيب يعني اللي هو كل مره طب اللي هو عارف انت عايز تكسب نقطه، طب يعني بعيط اللي هو خلاص عندي 11 سنه بعيط اللي هو الولاد عمال يلعب وانا ما فيش خالص، قلت ليه؟ طيب بعد كده والله هو يعني حتى الناس قالت له ما تلعبهاش يعني بشكل احترافي يعني وكده، ما تضغطش يعني على الولد وكده. هو عاند وكان هو مامتي يعني والحمد لله وصلوني في اللي انا فيه.